اللي هو متابع ما سعيد مسموح لك تحتفظ بهذا الشكل. الله يخليك. السؤال خصو يكون التقاضي. التقاضي واش انت كتتابع هكا تقول التقاضي؟ شنو هو الوقت اللي دوزتي مع زيان؟ سولتي على الوقت اللي ما كانش كيجاوب عليه زيان؟ سولتي على الوقت اللي جورج راه كيفاش هذا اللي صاحب زيان؟ كيما سولوش هذا استفزاز مجاني. كيما سولوش هذا استفزاز مجاني. كيما سولوش اتق الله في السيده. اتق الله في السيده. سولوش اتق الله في السيده. انا جيت ندوز لك خبره طبيه. سبحان الله. جيت ندوز لك خبره طبيه. حرام. لا اسمح لي. وهذه راه مجريات. لا اسمح لي. نعم اسيدي. هذه مجريات. هذه تحامل. هذه مش جريات. هذه تحامل. هذا مجريات استفزاز. ما تجاوزش. ما تجاوزش حدود العمل الصحفي المهني. شوف شوف هذه مجريات التقاضي. إلا قلتي أستاذ كاين الحجج دامغة. وراكم شتو لنجلة يمكن يدا. يمكن يدها ما كانتش كتبان مع الميكروات مخبيه راه كتهضر معكم ويدها كتسرعد وانا صراحه نقولها لكم بالدارجه والله الا كنبوز ليها باز ليها ان الضغط اللي هي تعرضت ليه من قبل في الظروف الانسانيه اللي كانت كتعيشها في في المرض ديال الام ديالها في الوفاه ديال الام ديالها وكاع الاحداث اللي جات من بعد ومع ذلك سلكت مسلك القانون ومشات للمحكمه وقالت لي انت تعطيني حقي يا ريت لو كان الامر حبس هنا كل جلسه ورا عدد من الجلسات دازت وحنا ما بغيناش كاع نتكلموا ما بغينا نقولوا حتى حاجه احتراما من السلطه القضائيه ولكن بلغ السيل الزوق يمكن انا صراحه سعيد جدا وعندي الشرف انني نحضر في هذه الندوه هذه وبغيت نشكركم انكم حضرتوا وانكم مواكبين هذه القضيه هذه لان الدور اللي كتاديوه اليوم هو دور تنويري دور كتوصلوا من خلاله على الاقل وفي الحد الادنى كتوصلوا وجهه النظر الاخرى واللي للاسف تفرض علينا اليوم اننا نعبر عليها ولكن على محل الامور بسياقها كما تيقول الفقهاء وكذلك انا سعيد لاننا حاضر مع رئيسي السي عبد القادر العالمي والسي السدراوي وكذلك ممثله لا الهام الاحرش ممثله جمعيه عداله والسيد الرئيس السي عادل الشاكي طول العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان اللي كلفتني بهذه القضيه وناقشها مطولا مع اللجنه ناقشها مطولا الحاجه اللي بغيت ناكد عليها اليوم هو ان هذه القضيه هذا ماشي ملف هذه قضيه فيها حقائق صادمه مشينه فيها وقائع لو انكم طلعتوا عليها الان ماشي غير وجهه النظر اللي غادي تبدل ولكن المواقف يمكن ديال واحد العدد ديال الناس غتبدل للاسف القانون كيمنع علينا اننا نناقشوا هذه المعطيات والقضيه معروضه على انظار السلطه القضائيه وللاسف هذا هو اللي ما كيحترموش الطرف الاخر حنا ما كنديروش المرافعات ديال التروطوارات وملي كتكون منازعه قضائيه كتكون في مجلس القضاء والاحتكام يكون الى السلطه القضائيه واللي كيامن بالمؤسسات ديال بلاده كثر شيء لما تيكون وزير سابق مؤسسة النقيب نقيب سابق وكذلك محامي مهني على الأقل يكون حد أدنى احترام للمؤسسة ديال هذا البلاد واللي عنده شي منازعة يعرضها للمحكمة والمحكمة تقول الرأي ديالها للأسف هناك تأثير على السلطة القضائية في معالجة هذه القضية واللي هو كيتدار اليوم هو محاولة إعطاء انطباع بلي هذه القضية عندها أبعاد كبيرة وأن القضية عندها حساسية وهي قضية إنسانية وتكون عندنا حقيقة قضائية آنذاك غادي نرفعوا اللبس على الحقائق الخطيره الماسه بالشرف اللي هي كاينه في المضمون القضيه وما كيرهبنا حد وما كيخلعنا حد وحين سكتنا لان عندنا علاش كنسكتوا واليوم حين كنهضروا معكم باش نردوا الامور الى جاده الصواب المرافعه ديال التروطوارات راه ما كيديو فين والمزايدات ما عندنا ما نديروا بهم اللي عنده شي حاجه مرحبا به في المحكمه مرحبا والف مرحبا ويجي ديك الساعه يعطي الدليل واللي قالته المحكمه على راسنا وعلينا من الفوق كاين الاستئناف كاين النقد هذا هو القضاء ديال المغاربه كاملين اللهم الا كان شي واحد كيعتبر نفسه فوق القانون وانا ما كنظنش هذه القضيه هذه كاينه الملف ما عنده لا ابعاد سياسيه ولا ابعاد نضاليه ولا ابعاد موازيه الملف قضيه ديال التحرش وللاسف قضيه تحرش جنسي واعتداء على امراه بصفتها تلك لانها امراه وهذه راه ما مقبوله لا في الدين ولا في السلوك ديالنا ولا مقبوله حتى في القانون ولا في الاعراف وعندنا تبارك الله ما شاء الله عندنا الساده نقباء في المغرب كل الله لا تحن لهم الرؤوس مؤسسات بما تحمل الكلمه من معنى على راس المؤسسات المهنيه مواقفهم واضحه علاقتهم بالسلطه القضائيه واضحه تدبيرهم الهيئات ديالهم واضح وكيحترموا القانون في حد الادنى كيحترموا القانون ما لا يسلكون مسلكا يناقض القانون ويناقض حتى الاعراف المهنيه ولهذا الحقيقه اللي غادي تبان لكم وانا كنوعدكم غتبان لكم ان شاء الله مباشره من بعد ما غادي يكون عندنا الحكم القضائي سيرفع عنا الحرج وغادي تكون صادمه للاسف غتكون صادمه وما كتوصلش للحق
سير رافع مجلس القضاء وشوف القضاء اش يقول لك. ولكن حين نجي ندوى صحفيه في مكان مقدر محترم عتيد، اول جمعيه حقوقيه تاسست في العالم العربي 11 ماي 1972، العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان، بحضور اعتى رؤسائها وبحضور الرئيس الوطني بحضور العصبه بحضور جمعيه عداله من اجل الحق في محاكمه عادله. اجد نفسي محصنا في التعبير عن رايي مرفعتين خلال المحكمه، وملي يكون عندي حكم حائز لحجيه الشيء المقضي به فيه التصاور فيه المضمون، والمضمون ديال الاوديوهات والكلام اللي قال الاستاذ زيان راه هو كاين في المحضر بالحرف، يطلب الخبره حقه، هذه هي المسطره، ويطلب 20 خبره وما طلبهاش انا نطلبها. ولكن خلي الحقيقه القضائيه اللي كتلزمنا كاملين، والا كل واحد فينا عنده روايته. اليوم حنا بشكل متواضع جدا جينا نعطيو روايه اخرى وكنلتمسوا، ويا لا غرابه الواقع، ضحيه كنلتمسوا. انا نقول لكم عافاكم، راه الضحيه بريئه الى ان تثبت ادانتها، هكا تقلبت الايه، لان كنعانيو من تصدير الازمه، كل واحد عنده موقف وهذا موقفي ومتشبت به. حين تيولي المتابع يدين الضحيه لانها امراه، كيفاش انا ما كنعرفهاش؟ شويه لا راه القضوات، شويه لا راه ديال طلب تحديد الاتعاب، راه تضاربت اقواله وبطلت حججه. غير نرساو على جهه، واي سؤال كطرحوا على الاستاذ زيان، لا هذه قضيه ما لا تناقش، وكنمشيو للامور اخرى، هذاك موضوع اخر انا ما مكلفش به. انا مكلف بهذه القضيه الانسانيه بدلائلها المعروضه على انظار السلطه القضائيه، وفي هذا الحيز القضيه عاديه، واللي عنده مواجهه حقيقيه المواجهه في مجلس القضاء، ونحن اهل لها. من غير هذا الشيء هذا اللي كنقول انا مرافعه التروطوارات، ما حد يقدر نخاطب حتى انا في الجانب الحقوقي ونعلي السقف. وكم نادينا وكم ناضنا سواء مع العصبه او في اطار حقوقيه كثيره، والمطالب ديالنا كنعبروا عنها في حينها، يعني حيث الموقف ديالنا اليوم ماشي موقع متخاذل، غير ماشي موقع اننا ندافعوا على ارائنا ولا مواقفنا، ما جايش ندافع على مواقفي ولا شنو درت كحاتم بكار او لا السعادي اللي تكلم على نفسه ولا جمعيه عداله تكلم على نفسها، هذاك عنده اطار اخر وراه موجود في الاعلام في حينه. المزيانه مزيانه والخايبه خايبه، وها علاش خايبه؟ هذاك بوحده. اليوم كنهضروا على قضيه انسانيه سميتها نجلاء الفيصلي وسميتها نساء اخريات بحال نجلاء الفيصلي، وهذا هو الدور ديال الحقوقي اللي كيتعامل في اطار القانون احترام كامل للمؤسسات، وان دافع فقد رافع في اطار الترافع المدني في الترافع ديال المجتمع المدني. انا وكلت محمد زيان باسم وزير حقوق الانسان سابقا، فقط هو طلع ابنه يقول انني رافضه اعطيه الاتعاب ولم اسلم الاتعاب لوالديه، وحتى هو رافضه اعطيه الاتعاب. اذا كيف انتم تعرفوني بالبدايه؟ ولا عمركم شفتوا كمارتي ولا كذا ولا كذا، وفي النهايه تطالبوني بالاتعاب، غريبه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.